تيخوان يستضيف هذه الليلة قمة مباريات المجموعة الخامسة بين المستضيف اف سي سيبيا والضيف الانجليزي ليفربول. الرهان من اجل الصدارة ناري وناري سيكون بين الفريقين. ليفربول مشاهدينا الكرام يتصدر برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط للفريق الاندلسي نادي اشبيليا. هذه المجموعة الخامسة عاشت اليوم كذلك لقاء سبارتاك موسكو الروسي وماريبور اسلوفاك. ضربة البداية كرة البرازيلي براس جول 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 زلزال زلزال في ملعب رامون سانشيز بيخوان. هذا هو جمهور الليفر، الجمهور العالمي يحتفل بالأقدام البرازيلية لفيرمينو. نار 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 يا كلوب منذ بداية المشوار، رقصة السامبا، رقصة الكاريوكا، رقصة كوبا كابانا. فيرمو نونيتو رايعة يوزع، لا لا لا، اسكوديرو كابتن فريق اشبيليا أراد أن يكون أناني فخسر كل الأماني. يروح جول جول، شنو هذا؟ شنو هذا يا نونيتو يا إدواردو بريزو؟ والتصويب الرأسي جول جول جول، سنغالية رأسية، سنغالية ساديو ماني بالعزيمة الألمانية ليورجن كلوب بجماهير ليفربول العالمية. ليفربول يا وخياني يكوي نار، يا وخياني ليفربول يكوي نار. شنو هذا؟ فيرمينو ساديو ماني كرة جول كرة جول، واو شنو هذا؟ استعرار فيرمينو فيرمينو فيرمينو، ثلاثية إنجليزية. يا للجمال يا للدلال، افرح يا شعب ليفربول، افرح يا شعب ليفربول. شنو هذا؟ ايش محمد صلاح؟ صلاح جول، لا اي 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 اي، محمد صلاح ضيع ربع الاهداف. ركنية لفريق ليفربول. إنزونسي وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الألماني فيليكس بريش على نهاية الشوط الأول بثلاثية إنجليزية نارية ومثالية في شباك نادي إشبيليا على أرضية ملعب رامون سانشيز بيخوان. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية في انتظار العودة بكم عن من جديد. ولد بانيكا، بانيكا بالراس، جول 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 جول. هل هي الريمونتادا؟ هل هي وسام؟ وسام بن يدر غدار غدار على مستوى القائم الاول يفجر الكره. ماذا يقول فيليكس بريش؟ يقول ضرب جزاء، يقول ضرب جزاء. انقي التصوير، لا لا، الحكم يعيد ضرب الجزاء. الحكم فيليكس بريتش يتصاب، رايعة وسام بأجمل الأقدام، 3-2 يا سلام. شنو هذا؟ شنو هذا؟ يعدي الأولى بيقدم عشاء